صديقي أيضا الصحفي محمد ظاهر. أهلا وسهلا أخي محمد. مرحبا، يعطيك العافية صديقي علي. أهلا وسهلا. الأوضاع على الميدان، طمنا عليك أنت أولا، على الطاقم الصحفي العامل معك، على الأوضاع، على الزملاء، على كافة الأهالي في غزة. الله يخليك. أول حاجة يعطيك العافية أنت وكافة المستمعين. اللي حصل معنا احنا طاقم الصحافة الحمد لله لحتى الآن الطاقم بخير وبألف خير، لكن تواجهنا كثير من المشاكل في موضوع انقطاع الانترنت والكهرباء وشبكة الاتصالات التي انقطعت بنا. بالأمس تم انقطع الاتصال بنا في منطقة مجهولة لأكثر من 24 ساعة، ونحن لا نعرف أن نقوم بالاتصال على أحد من أهلينا أو أحد من أصدقائنا أو زملائنا نخبره أننا على قيد الحياة. فكانت لحظات صعبة جدا. الوضع صديقي علي في غزة يزداد خطورة، يزداد صعوبة. بالنسبة للغارات الإسرائيلية على مدينة غزة فقد استهدفت اليوم أكثر من 20 برج، يعني 20 عمارة سكنية. هذه العمارات السكنية نتكلم عن على الأقل 10 طوابق لكل عمارة. تم نسفها بالكامل، تم إلقاء أكثر من 70 طن من المتفجرات شديدة الانفجار بما يسمى بالبراميل المتفجرة، سقطت على هذه العمارات والأبراج وتم نسفها مباشرة. على صعيد مستشفى، على صعيد القطاع الصحي ومستشفى الشفاء، الآن تبدأ المنظومة الصحية تبدأ بالانهيار داخل مستشفى الشفاء، وذلك لعدة أسباب، أهمها إنه نقص في المعدات ونقص في الأدوية ونقص الكادر البشري، بالإضافة إلى ازدياد عدد المصابين المجدين داخل مستشفى مجمع الشفاء الطبي. يعني العدد نتاع المصابين والشهداء يعني كثيرة وكبيرة حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة. يعني تقريبا خلال ساعة تدخل أكثر من 100 إصابة وأكثر من 30 إلى 40 شهيد في كل ساعة بتعدي علينا في مستشفى الشفاء الطبي. مما أحدث، يعني أطلقت وزارة الصحة مؤخرا نداء استغاثة لأهالينا وكافة المواطنين في قطاع غزة، من لديه القدرة على التبرع بالدم فليأتي فورا إلى مستشفى الشفاء والتبرع بالدم لمعالجة المصابين. أما بخصوص بعض التطورات الأخرى صديقي علي، فقد ظهر الناطق الرسمي باسم كتاب القسام أبو عبيدة وتحدث في عدة مواضيع، أهمها جهوزية الحركة، جهوزية حركة حماس للمواجهة وإن طالت، أيضا باستدعاء 3000 مقاتل، 3000 مقاتل جدد ينضموا إلى المعركة، بالإضافة إلى 1500 جندي آخر لعمليات الدعم والإسناد. يعني نتكلم صديقي أن العملية العسكرية حاليا في غزة تحتاج لأيام كثيرة. يعني مؤشرات تقول أنه سوف معناتها تكون طويلة أيام قادمة. بالفعل كل المؤشرات الآن في مدينة غزة تقول أن التصعيد لم ينتهي خلال يوم وليلة، يعتقد أنه قد يستمر إلى أكثر من 3-4 أيام. ننتظر تدخل كافة الجهود المصرية وجهود الأردنية. هذا هو النقطة اللي باش نحكيه عليها لهنا محمد ظاهر، نحكيه على الإمدادات، على المساعدات من الجانب المصري، تسهيل المرور، الإعانات إلى أهالينا في غزة. هناك حديث طبعا بين الأهالي في غزة، هناك مناشدة للعرب للتدخل وإيصال الإعانات. صحيح صديقي علي، أطلقت الجمهورية مصر العربية نداء استغاثة للعديد من الدول العربية، أهمها دولة مصر وكافة الدول العربية والأردن، وقد خصصت مصر مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات والمعونات الطارئة الواردة إلى قطاع غزة حتى يتسنى لدخولها إلينا. هذه صورة الوضع الآن بالنسبة للمساعدات، فقد تم حجز كافة المساعدات على معبر رفح التجاري، وهذا المعبر هو الذي يفصل بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني، والجانب الإسرائيلي الآن يرفض إدخال أي من المساعدات التي تم جمعها إلينا عن طريق معبر رفح، فهي حتى الآن تبقى حبيسة المعبر ويمنع منعا باتا أن تتحرك وتأتي إلى قطاع غزة. كافة المساعدات التي وصلت الجانب المصري ولم تدخل إلى غزة بأمر من الجانب الإسرائيلي. بالرغم من أنه يعني الأوضاع على الميدان وأنت مباشرة من غزة، نجم تنقل لنا الوضع من ناحية من ناحية الدواء، من ناحية الغذاء، من ناحية الوقود، يعني كل ساعة تزداد الأمور سوءا. بالضبط، يعني بالفترة آخر يومين اللي هو اليوم ويوم أمس، يعني أنا قطاع غزة يشهد
شح كبير في المواد الغذائية والمواد التموينية، بالإضافة إلى المواد العلاجية والأدوية والمستلزمات الطبية التي نحن بحاجة إليها لعلاج المرضى أو على الأقل حتى إطعام الناس. اليوم صار المخابز تعمل على مدار، كانت بالأمس تعمل على مدار الساعة، اليوم تعمل فقط على مدار 4 ساعات بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث أن شركة توزيع الكهرباء قد تعطلت عن العمل وتم إيقافها بشكل كلي. يعني عدد ساعات وصل التيار الكهربائي في غزة يصل في اليوم الواحد فقط إلى 4 ساعات فقط. فتخيل ال4 ساعات لا تكفي لتشغيل محطات المياه وتزويد المنازل بها، لا تكفي لتزويدهم بالإنترنت، وهذا مما حدث بين أمس أن قطعنا عن العالم بسبب اللي هو قطع التيار الكهربائي وقطع خدمات الإنترنت. حتى المستشفيات يعني هنا تعاني، ومراكز الإيواء الأونروا أيضا زاد لهنا، هناك معاناة يعني تامة على كل القطاع. لم أسمعك صديقي عليه. هو المعاناة يعني لهنا تخلي هذا تخلي كل القطاع يعني يعاني من شماله إلى جنوبه. بالطبع بالطبع، أنا عندما أتكلم لك عن الأزمة الاقتصادية أو الأزمة في شح المواد التموينية والغذائية، فأنا أتحدث عن قطاع غزة بكامله من رفح حتى بيت حانون. والأوضاع يعني، خلينا في سؤال أخير، يعني الأوضاع بالنسبة لزملاء الصحفيين صعوبة كبيرة في التغطية، وأيضا مع استشهاد يعني عدد من الزملاء أكيد يعني من محطات عالمية. بالطبع زميلي، إحنا بعد أذان المغرب، خليني أكون دقيق معك، بعد أذان المغرب لا نستطيع التحرك أبدا، نبقى فقط في داخل مستشفى الشفاء الطبي ونقوم بتصوير الحالات والمصابين التي تأتي داخل المستشفى. أما التحركات الميدانية فهي تأتي فقط في الصباح، لأن بعد ذلك هناك نجد بعض التقيدات في التحركات، لأن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالاستهداف لأي شيء يتحرك، أي شيء يتحرك ما بعد غياب الشمس تجد الاحتلال يجن جنونه ويبدأ باستهداف أي شيء متحرك على الأرض، فهذا مما يؤثر علينا سلبا بموضوع التغطية الإخبارية على قطاع غزة، وهذا متعمد أكيد من الاحتلال. أكيد طبعا، الإخفاء عن الحقيقة طبعا. هذا هو في كلمة أخيرة، المعنويات ديما أنا ونتواصل معك نسألك على المعنويات محمد ظاهر، معنويات الأهالينا في غزة. المعنويات ما زالت عالية ومستمرة، يعني الكل يقول فدى المقاومة وفدى الوطن، وإن شاء الله نعود إلى القائد فاتحين ومحررين إن شاء الله. ألف سلامة، إن شاء الله بردا وسلاما، شكرا لكم وحفظكم الله أكيد جميعا. شكرا لك محمد ظاهر الصحفي والزميل الصديق، كنت معنا مباشرة من غزة، وما لم تحققه المقاومة سوف يتحقق بمزيد من المقاومة.